السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من فوازير زينة. سؤالنا لهذه الحلقة هو: لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ شاركوا معنا بإرسال إجاباتكم الصحيحة، وأتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء. للمشاركة معنا في المسابقة، ما عليك سوى إرسال الإجابة على الأرقام التي تظهر يسار الشاشة مع كتابة الاسم والرقم والإجابة.